واحد يقول هل من الممكن ان يتوب الشيطان؟ رأي مثل العشر من الشيطان في الجنة. الشيطان لا يمكن ان يتوب. تلاقوا دليل كبير في سفر الرؤيا اصحاح 20، يقولوا عندما يحل الشيطان من سجنه يخرج لكي يضر امم الارض. يعني مش كفاية عليه اللي عمله وان اخذ عقوبة وقيد 1000 سنة، يخرج برضو بعد 1000 سنة علشان يضل الامم. والكتاب بيقول برضو في سفر الرؤيا في الاخر، بيقول وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت. فما دام هيطرح في بحيرة النار والكبريت يبقى ما مش هيتوب، لان لو تاب ما يبقاش مصيره كده. وكمان ربنا في متى 25 لما بيتكلم عن اللي عن يمينه وعن شماله في اليوم الاخير، فقال للذين عن الشمال اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعدة لابليس وملائكته. ما دام في نار معدة لابليس يبقى مش بتاع توبة. لو كان هيتوب ربنا لا يهدي له هذا المصير.